يقول: هناك من ينكر على بعض طلاب العلم الذين يتدارسون كتب العقيدة والتوحيد ويقول لهم: لماذا لا تتدارسون القرآن؟ وعندما أخبرته بقول النبي صلى الله عليه وسلم للخوارج أنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم لأن عقيدتهم مخالفة القرآن، أنكر علي وقال: لا بد من تعلم القرآن أولا ثم غيره من العلوم، فهل ما يقوله صحيح؟ هؤلاء الذين يقرؤون كتب التوحيد ما تعلموا القرآن، ما هنا أحد يقرأ بكتاب من كتب العلم إلا وقد سبق أنه قرأ القرآن، لكن هذا في نفسه شيء على كتب التوحيد، لأن فيه من يحقد على كتب التوحيد ويقول: ادعوا الناس إلى الأخلاق، إلى كذا إلى كذا. أما التوحيد هذا يفرق الناس، الناس لهم عقائد ولهم، خلهم على عقائدهم علشان يجتمعون ولا يتفرقون.